السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند ولاد رزق والاسعار بادئه معانا من اول 30 جنيه. ركزوا معايا في الفيديو ده كويس جدا لان النهارده معانا تصفيات شتوي ببلاش ومعانا الصيف الجديد اسعاره بجد جمله الجمله. عامل لكم عروض حلوه جدا على الدريسات والبلوزات وكمان معانا مقاسات تلبيس بيك سايز يا جماعه اللي هو موجود معانا في اول الصيف عند ولاد رزق. تابعوا الفيديو للنهايه اسعاره بجد حلوه جدا. لينك التليجرام اول تعليق واسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. ما تنسوش لايك وشير ويلا بينا نشوف عروضنا. 30 جنيه البوكليت ده يا جماعه يبقى ب 30 جنيه تلبيس اي مقاس ده يبقى ب 65 جنيه 65 برضه 115 ميني دريس تلبيس 85 كيلو مرتاح قصات خاصه 75 جنيه قصات خاصه ب 130 جنيه هتبقى ب 130 جنيه ده يبقى ب 55 جنيه بدل 80 125 جنيه النبي العنابي النبيتسي سيمون تمام مستردة ده هيبقى ب 120 جنيه زي كده هتبقى ب 130 جنيه جيب ادوار 130 جنيه شميز القمر ده هيبقى ب 100 جنيه دريس قمر من اللي انت شايفينه ده هيبقى ب 150 جنيه ده برضه ب 100 جنيه ده هيبقى عامل 100 جنيه بس اي بلوزه من دول برضه هيبقى عامل 100 جنيه ده ب 40 جنيه بسعر المصري تلبيس لحد 90 كيلو ب 150 جنيه الياقه او نص الياقه هنا ب 100 دي حاجات ب 100 جنيه كلها ب 110 الخامات ده هيبقى ب 125 جنيه بيك سايز 125 جنيه ده هتبقى ب 120 جنيه ب 120 جنيه بكل الوانها ده هتبقى ب 120 جنيه تلبس معانا 75 دريس بيك سايز ب 115 جنيه الشيكه دي هتبقى ب 150 جنيه بس عند ولاد رزق يا جماعه دريسات الصيف ازيك عامل ايه؟ الله يخليك احنا النهارده فين؟ عند ولاد رزق بصوا عند ولاد رزق اتنين يا جماعه في الدور الاول علوي في مول شبنور بتطلع الدور الاول بعد القصد على طول ده ولاد رزق اتنين تمام الصيف نزل في صيف وفي شتاء وفي كل تمام هنبدا بايه معانا العروض؟ نبدا بالشتاء بالشتاء تصفيات شتاء 30 جنيه 30 جنيه البوكليت ده يا جماعه يبقى ب 30 جنيه تلبيس اي مقاس في الوانه وده ب 30 جنيه منه الوانه متاحه برضه في الوان في حاجه منه اعلى منه شويه تمام زي كده ده عامل 40 جنيه البادي ده يبقى ب 40 جنيه تمام بيك سايز يا جماعه تمام ده بسعر المصنع ده ب 40 جنيه بسعر المصنع بتصف اي حته بسعر المصنع تمام كله بسعر المصنع دلوقتي ماشي في منه برضه كذا لون في الاسود والنبيتي والكحلي كل الالوان متاحه تمام كل ده يبقى عامل 40 جنيه يلبس معانا بيك سايز ده تمام حلو جدا ده ماشي في الخامة العجينة اللي زي كده اللي هو المقلم بالعرض ده كان ب 80 و 75 تمام ده الطويل برضه دلوقتي ب 55 جنيه ده يبقى ب 55 جنيه بدل 80 عشان قناه مكه وزمان قناه مكه ب 55 الله يخليك ده الخامه العجينه يا جماعه حلو جدا ده برضه تيجي تقول انا تبع قناه مكه تمام عشان تاخده بنفس الاسعار دي بنفس الاسعار تمام ماشي في كذا شكل منه ماشي ده العجينه المقلم العريض برضه موجود ده 55 جنيه ب 55 العجينه دي خامه زيها بس بتدوس في الغسيل اسمها سبان سبان بس دي العجينه الاصلي دي العجينه الاصلي عامله كام دي؟ 55 55 جنيه تمام الوان متاحه من كل ده تبع قناه مكه 55 كل ده يبقى ب 55 لكن هتيجي مش هتقول ممكن تاخديه ب 60 65 على حسب بقى على حسب تمام هنبدا بيه معانا تاني تابعوا الفيديو للنهايه ما تنسوش لايك كتير وهسيب لكم كمان لينك التليجرام بتاعهم في اول تعليق مسجل هنطول عليكم هنوريكم مثلا القطع تمام والوانها واشكالها باذن الله عجبني جدا بدايه الصيف المقاسات الخاصه الناس اللي كانت بتشتري احنا عاملين مقاسات خاصه من كل حاجه بصوا حاجه زي كده بنطلون سكوت زي كده ده المقاس العادي بتاعه ده العادي عامل كام العادي طيب خامات تحفه 65 جنيه جمله ده هيبقى ب 65 جنيه جمله جمله طب وقطعي ما هو ده سعر جمله وقطعي سعر واحد ما هو اللي هيجي تبعك حتى لو هياخد قطعه قطعتين بنفس السعر تمام ب 65 جنيه اسعار جمله احنا تمام. عندنا اسعار جمله حلو قوي وما فيش فصال بعد السعر ده لا ما فيش فصال تمام ماشي بص فيها اشكال منها كل ده 65 جنيه كل دي اشكال منه عامله 65 جنيه والكميات بصوا كميات كمان يا جماعه ده اشكال مصنع. وكميات كل ده اي حته تلاقي مكتوب عليها التيكت بتاع ولاد رزق تمام ده مصنع لا تخدم يد اولى اول يد يا جماعه من المصنع نفسه يعني كل ده 65 انا اساسا اي قطعه دي تبع مصنع تمام اشكال ثانيه اهي وفي الساده منه الساده بتاعه برده يا جماعه مشجر وفي سادة ومشجر منه في باستك زي كده اهو نفس السعر السادة برضو بص الاستك المقاس عامل ازاي ده عامل زي الشروال من تحت كده استك هو استك اللي هو الصيادين اللي هو الصيادين زي بتاع زمان كده عامل كام ده نفس السعر بس ده 65 برضو 65 جنيه سادة ومنقوش 65 جنيه تمام في حاجة زي كده اهو ماشي ده المقاس الخاص مقاسات خاصة
ماشي. انا عايزه اقول لهم ده في الصيف مريح جدا يا رضا، جدا جدا جدا. بص حاجه، بص حلو قوي قوي. عامل كام المقاس الخاص ده؟ ب 75 جنيه ده مقاسات خاصه 75 جنيه. جنيه يا بلاش والله، سعره حلو جدا. اشكال والوان، وفي ساده ومشجر اهو. بصي بصوا ساده ومشجر، دي كلها اشكال يعني. كل دي أشكال مثلا الموديل ممكن يخش له في 12 شكل بالوانه برضه. تمام. الشحن بالقطع يا رضا ولا جمله؟ لا الشحن يعني جمله. جمله اقل حاجه قد ايه؟ لو هيبقى قطع هيكلف الزبون. تمام. اقل حاجه مثلا 6 قطع لكن ممكن؟ لو شحن مثلا 6 قطع. 6 قطع. 6 قطع. تمام. حاجات زي كده 6 قطع. تمام. ماشي؟ ده كل اشكالها. في بلوزه زي كده. بلوزه زي دي. ايه. دي فسكوس برضه صح؟ بصي مكتوب عليها ايه؟ التيكت. مصنعهم يا جماعه، انتوا بتاخدوا المصنع نفسه، اولاد رزق، المصنع نفسه اهو يا جماعه. بص التيكت اولاد رزق، اي حته تلاقي مكتوب عليها التيكت. خلي وشها ليه بس كده يا رضا، عامله كام دي؟ ماشي. هي مش باينه بس على الشماعه، بص زي كده. انا عايز اقول لكم في اللبس دي تبقى تحفه، تلبس معانا زي 85. اهي بص اهي، هي اللي فوق. المانيكانات بصوا فوق اهي، انا زومت لكم عليها اهي. تمام. ودي عامله كام ما قلناش؟ دي عامله 130 جنيه. دي هتبقى ب 130 جنيه. ماشي. تمام. في حاجه ساده زي كده ادوار. دي سادة دوار بقى، عايز اقول لك مقاسات خاصه. ده مقاس كبير، بص ما شاء الله اللهم بارك، يعني يلبس 90 كيلو معانا. ولاد رزق برضه. وعامله كام طيب واحنا فردينها كده؟ دي ب 130 جنيه. مقاسات خاصه ب 130 جنيه. هنا بتاع سكه 12 لون. 12 لون. كل الوانها متاحه وكميات. معانا الساده ومعانا المنقوش في الفسكوس. لو عايزه من موديل 1000 قطعه موجود. تمام. ان شاء الله بعون الله يعني عند ولاد رزق هتلاقي اللي انت عايزاه. ان شاء الله. بص حته زي كده. حاجه زي كده برضه. حلو قوي، مقاسات خاصه برضو يا جماعه. عاجبني المقاسات جدا جدا من اول ما دخلت هنا. خش على التليجرام هتلاقي الصور والاسعار، بس لقناه مكه اسعار ثانيه برضو. تمام. وده هيبقى عامل كام؟ اللي في الفيديو دي لقناه مكه. الله يخليك. ودي عامله كام برضو يا رضا؟ دي ده ب 130 جنيه. دي هتبقى ب 130 جنيه، مقاس كبير برضو. والجمله والكميات اسعار ثانيه برضو. تمام. اللي هياخد يعني جمله اللي بياكل عيش، اللي بياكل عيش هنظبط له السعر شويه. تمام. بس ده ما بيننا وبين اللي بياكل عيش. تمام. يعني تجار الاونلاين واللي عايز كميات دول هتظبط لهم سعر برضه. بص في حاجه زي كده. هو طالع جديد البيك سايز ولا ايه؟ هو ولا الناس سخنوا من الشتاء؟ لا وانت عامل حسابكم ولا ايه؟ بص ما شاء الله الاوفر سايز تلبيسه حلو جدا جدا. حاجه مرتاحه. 100 وكام قلنا؟ ده ب 125 جنيه. 125 جنيه والله حلو جدا جدا. تحطيم الاسعار، بص كام لون؟ الوانه كلها متاحه. الكميات موجوده يا جماعه. الكميات موجوده. الكميات موجوده برضو، كل حاجه موجوده. تمام. ماشي. بص الوانه كلها زي ما انتم شايفين كده، كل ده هيبقى ب 125 جنيه. 125 جنيه تلبس لها معانا لحد 90 كيلو. ادي المنت جري. تمام. اللون ده اللي لسه نازل جديد، العنابي. العنابي النبيتسي. السيمون. السيمون. تمام. مستارده. في الوان تاني برضو في الرصص، يعني في الوان تانية موجوده. تمام. الشغل ده على التليجرام نازل، ده ان شاء الله بينزل، عشان لسه احنا في فرش الصيف دي لسه فرشنا امبارح. تمام. ماشي. في حاجه زي كده برضو ايه ده جديد برضو، حلو قوي ده. ده شميز بلوزه زي شميز بس ايه، يعني مدي البلوزه كورنيش من هنا. كورنيش زي كده. حلو قوي. وتلبسه 80 كيلو برضو. وعامل كام ده برضو؟ ده شميز ساده. في ساده ما فيهوش شغل زي كده، وفي ساده وفي كل يوم بينزل شغل جديد. تمام. وده عامل كام ده ما قلناش؟ ده ب 120 جنيه. ده يبقى ب 120 جنيه. تلبس زي 80 كيلو برضو يا جماعه. يلبس من مثلا 65 لحد 85 كيلو. تمام. في ايه تاني معانا؟ في برضو الجيبه اللي زي كده اهي. الجيب بقى الواسعه. الجيبه دي ادوار. بالوانها ادوار. دي ادوار. تمام. ماشي. في الساده منها اهو. بالوانها عامله كام طيب؟ 130 جنيه. بصوا الجيبه زي كده هتبقى ب 130 جنيه، جيبه ادوار. والمقاس بتاعها كبير برضو. مقاساتها تلبس. تمام. ماشي. المنقوشه نفس السعر ولا ايه؟ المنقوشه نفس السعر يعني. بصوا المنقوشه هتبقى ب 130 جنيه برضو. دي بتاعت عشان في حاجه نازله صاج مش نازله. تمام. المنقوشه دي هتبقى ب 130 جنيه. 130 جنيه. كل الوانها. تمام. كل ده ب 130، تلبس معانا بيك سايز برضو. والكميات اسعار ثانيه برضو. والجمله والكميات والاونلاين هيكون ليه اسعار خاصه. ان شاء الله. تمام. بص شغل الخامه عجباني جدا. اهم حاجه ما تكشش دي يا رضا. ده بقى الصاج مش الواقي. ده الصاج. فاهماني؟ ده الصاج مش الواقي. ما تكشش، الخامه دي مستورده على فكره. تمام. اهم حاجه ان هي ما تكشش بس. الخامه دي مش وعامله كام دي برضو؟ دي نفس السعر. 100 كام؟ 130. 130 جنيه. الساده 125. تمام. 125 جنيه. الساده والالوان منها. في ساده وفي الوان. كل ده هيبقى ب 125 جنيه. بص دي الوانها ايه؟ كميات منها برضو ايه؟ اشكال والوان. اشكال والوان. تمام. حلو جدا ده. بس عشان بس ما نطولش عليهم في الفيديو. تمام. شميز قمر زي كده. في حاجه زي كده. استاذنكم انا كده عشان تبان معانا. الشميز ده عامل كام الاول؟ نص ريال. عامل كام النص ريال؟ ده ب 100 جنيه. ده ب 100 جنيه. شميز زي كده اهو. الشميز القمر ده هيبقى ب 100 جنيه. ده 2022 و 100 جنيه. ب 100 جنيه يا جماعه. تمام. بصوا كل دي الوان واشكال ليه. كل ده هيبقى عامل 100 جنيه.
100 جنيه. تمام، كل ده ب 100 جنيه واللي قدام ده برضه ب 100؟ اه ب 100. ده برضه ب 100 جنيه المنقط ده. ب 100 والشنطه هديه. تمام. ماشي. في حاجه زي كده ب 100 برضه. دي خامه سوفت ولا ايه؟ لا دي خامه ما خامه مستعرضه اسمها ازاز. نعمل زي الفسكوز. اه ده برضه ب 100 جنيه. تمام. خامه مستورده. حلو قوي. اشكالها تحفه. اشكال كتيره منها. حلو قوي. كل موديل باشكاله. كل موديل باشكاله. كل ده هيبقى عامل 100 جنيه بس اي بلوزه من دول. تمام 100. تسلم ايدك 100. في حاجه زي الشميس كده برضو. ده برضو جديد برضو معانا. كل ده جديد يا جماعه، كل ده شغل جديد. عامل كام ده برضو؟ خامات حلوه قوي. مشكله. وكله اولاد رزق برضو. 100 جنيه. اه بصوا التيكت يا جماعه كله أولاد شغل مصنعه. انت بتاخده من المصنع. تمام. ده برضو هيبقى عامل 100 جنيه الشميس زي كده ب 100. اشكاله برضو متاحه. اه والكميات برضو ايه بنظبط موجوده برضو. كل ده هيبقى ب 100 جنيه. اي شميس من دول ب 100، لياقه او نص لياقه هنا ب 100، كله ب 100 جنيه. 20 يا باشا. تمام. كل دي حاجات ب 100 جنيه، كل دي شميسات ب 100 جنيه. تمام. ماشي. في حاجه زي كده شميس اهو، بس في في كوسر زي كده. ده في كوسر يا جماعه. تمام. بص الحته ايه، بصوا حاجه زي كده. ده يعتبر كوسر من فوق من عند الياقه كده، من عند النص لحد هنا مش كلها يعني، لحد هنا بس. حلو قوي. وعامل كام ده برضه؟ ده عامل 110. ده هيبقى ب 110. الخامات تحفه، ولو ما تكشش تبقى ممتازه بجد والله بجد. حلوه جدا. تسلم ايدك. بصوا حاجه، ده بيك سايز. ده ده بيك سايز يا جماعه، بس بيتشد. حلو قوي. وشداد يجسم معاكم يعني، لابس من 60 ل 90. اتفرج عليها الملكان برضه اللي في دخله المكان. شكله تحفه اهو اللي في دخله المكان. تمام. يعني ده يلبس من 60 ل 90 كيلو. يلبس لحد في شداد. وعامل كام ده؟ ده عامل 125. ده يبقى ب 125 جنيه بيك سايز. تمام والله حلو جدا جدا. عجباني الخامه قوي. بص اشكاله، بصوا الوانه برده واشكاله. اشكال كل ده بيك سايز يا جماعه. اكتر من الاشكال دي يعني، في بتاع تمام اشكال ثاني. بس تمام. احنا بنعرض مثلا ايه اربع اشكال خمس اشكال. حلو جدا. بصوا في الساده برده اهو. والشداب برضو معانا. يلبس معانا بيك سايز. انا عايز اقول لكم ان كده ومكشكش كمان يعني، في وسع تاني. بصوا يجسم معاكم. انا عايز اقول لكم كل ما يتلم شكله بيحلو اكتر. والله العظيم بجد. وده قلنا هيبقى ب 100 وكام؟ 125 جنيه. عايز اقول لكم القماشه دي مقربه للجبردين الصيفي. اه انت فاهمني، مش فسكوز، عامله زي الجبردين الصيفي. حلو قوي دي. كله التيكت شغل مصنعهم هم. تمام. مصنعنا وانتاج مصنعنا. قلنا 100 وكام؟ 140؟ 125. ده انا اللي هغلي عليك. 125. مش مشكلة. بصوا في ده، في السادة والمشجر بتاعه. السادة والمشجر. السادة والمشجر. بصوا دي نازلة ايه، بس في الحزام بيلمها شوية. تمام. بصوا ده الحزام بيلمها شوية. هي فيها وسع لسه من ورا يا جماعه. كمان تلبس 80 85 80 80. حلو قوي. هتبقى عامله كام دي برضو؟ دي عامله 120 جنيه. دي هتبقى ب 120 جنيه. تلبس لحد 80 كيلو. الناس اللي بتسالني على المقاسات، عشان لو حد هيشحن يبقى عارف المقاس، يبقى مرتاح عليه احسن ما ياخد الحاجه تبقى مظبوطه. تمام. بصوا معانا حاجات زي كده برضو. بصوا دي حته رايقه زي كده ايه. حلو قوي دي برضه. والكم بتاعها بص نازل كم دوار زي ما انتم شايفين. الكم نازل فراشه كده. تمام. فيها دول من هنا حته. عامله كام دي برضه يا رضا؟ والرقبه بتاعتها واسعه برضه عشان التبريد. الراوند بتاعها واسع شويه. حلو قوي. ونازله على قلوش شويه. عامله كام دي برضه؟ دي ب 120. دي هتبقى ب 120 جنيه بكل الوانها. عامله 120 جنيه. 120 تمام. جنيه الوانها كلها. شايفه الوان منها برضه متاحه زي ما قلت لكم عليها برضه. الوانها موجوده فوق. تمام. يعني بص كل الرصص دي، كل موديل ليه رصه كامله. كل موديل بالوانه. كل موديل بالوانه واشكاله. تمام. بصوا معانا عندك بتاع مثلا في البلوزات والحاجات اللي زي كده بتاع 30 35 موديل. 35 موديل. فاحنا عشان كده انا عايز اقول لك دي تحفه. دي شيكه والله العظيم، حلوه جدا. وكم استك حلو قوي. ودي عامله كام برضه؟ حزام من النص اهو. حزام مشدات. ماشي. حزام ده لوحده. تمام. اه الحزام مشدات لوحده. تمام. وعامله كام دي برضه؟ دي ب 120 برضه. دي هتبقى ب 120 جنيه. تلبس معانا 75 كيلو. الوانها برضه زي كده 75. كل درجات الوانها زي ما انتم شايفين موجوده. كل موديل بدرجات الوانه كلها. تمام. معانا برضه ميني دريس زي كده.
من دريس. شكل الفسكوزة هينزل ترند السنة دي ولا ايه؟ هو نازل ترند عشان الجو هيبقى حر السنة دي. وتحفة. لا والمقاس تجيلنا معلش كده يا رضا، معلش تبان. بصوا الجمال ده حلو قوي. تلبيس 85 مرتاح. وعامل كام ده؟ الميني ده عامل كام؟ ده عامل 115. 115 ميني دريس تلبيس 85 كيلو مرتاح. انا بديكم المرتاح ممكن يلبس 90 والله، بس انا بحب ايه اديكم المقاسات مرتاحه شويه. اه ما حدش ياخد مقاس يبقى صغير عليه. الوانه برده متاحه كلها، كل درجات الوانه متاحه. بصوا بص احنا نرمي اشكال فلاج. بص تمام. ادي واحد. ايه الجمال ده؟ اثنين. حلو قوي. ثلاثة. الزهري ده تحفه. اربعه. وفواتح وغوامق. سته. كل ده من ادريس. قلنا سعره 100 وكام يا رضا؟ 115. 115 يا بلاش ده والله. لا انا مش عايز اقول لك لون بس، ده لون تسعة. وشكل 9 10 11 شكل منه. 11 شكل. 11 اهو الشكل ال 11 بالوانهم. ها بالوانهم باشكالهم. الوانهم واشكالهم ب 115 بيك سايز. 115 جنيه مصري. 115 بيك سايز بكل الوانه. حلو قوي ده الميني ده. دلوقتي ولاد رزق مش هتلاقيها غير عند ولاد رزق. ممكن نفتح قطعة تانية فاتحة منه؟ أي قطعة أنت عايزة تفتحها نفتحها. فتحينا أي قطعة فاتحة بس نشوفها معانا عشان الأسود مش باين. بص زي كده أهو. بص يا جماعة. بص المقاس. ميني دريس بيك سايز ب 115 جنيه بكل ألوانه. تمام حلو جدا جدا. والخامة تحفة. يا رب ما تكونش بتكش بس يا رب. نيجي معاكم بقى للعرض. عرض جامد جدا. إيه الجمال ده؟ بص أصلا عامل إزاي؟ تحفة. أنت آخر جمالين. حاجه شيكه والله العظيم تحفه. عامل كام ده؟ بص ده كله الثلاثه دولت موديل واحد. سعرهم سعرهم كام؟ السعر مفاجاه. ولا اقول لك ولا 200 ولا 220 ولا لازم يعني 150 جنيه مصري. 150 جنيه يعني اي درس من دول هيبقى عامل 150 جنيه. بصوا تشكيله جامده جدا. درس زي كده اي درس قمر من اللي انت شايفينه ده هيبقى ب 150 جنيه وبس. 150 تمام. جنيه عند ولاد رزق. واللي قدام دول ما هو نفسه هو 150 برضو. بصوا كده معانا اشكالها تحفه. كل الشياكه دي هتبقى ب 150 جنيه بس عند ولاد رزق يا جماعه. درسات الصيفي في ايه تاني معانا؟ يعني بقيت اشكالهم اهو. دولت اربع اشكال. دول اربع اشكال تمام. في منهم 11 شكل. في 11 شكل درسات هنا. ادي بصي ادي شكل. اثنين تمام. ثلاثه. كل ده ب 150 جنيه درسات صيفي. خمسه سته تمام. وبقيت اشكاله في الراس اهي. اشكال موجوده كلها تحت الشكل زي ما انت اللي بره اهو. سبعه تمام. ثمانيه. السوق حلو جدا. ده زجزاج شكل تاني ما شاء الله. طيب اشكاله كتير جدا جدا. كل اشكاله موجوده ان شاء الله. تمام. وكميات منه بقى. واي درس من دول هتاخدوه ب 150 جنيه وبس. جنيه. كل الدرسات دي ب 150 صيفي جديد. والجمله كمان اسعار تانية. والجمله اسعار تانية. تمام. بصوا الساده بتاعه كمان موجود. ده اللي دوار الساده الكشمير ده. تمام اللي هو زي الكشمير اللي بره. وتلبسه كبير برضه. ايه يا رضا الاحجام دي؟ ما شاء الله والله بجد. 90 كيلو. يلبس 90 كيلو مرتاح يا جماعه. ما بتكشش يا باشا. حلو قوي قوي. ده يلبس معانا زي 90 كيلو عامل 150 جنيه. نازل لواسع تحت. كلوش يا جماعه كل ده. اعذرونا على دي المساحه. بصوا كده ده تلبيس لحد 90 كيلو ب 150 جنيه. انا عايز اقول لك مش جايب عرض المحل. 150 كيلو ما احنا مش هنعرف. اه بصوا المكان. بصوا ما شاء الله يعني. حلو جدا. ده كله هيبقى ب 150 جنيه بيك سايز. في منه 11 لون برضه. 11 لون تمام. هو في اللبس حلو جدا. اه وفي بقيه البلوزات برضه لو عايزه تصوري العرض كده. بصوا في بلوزات كتير موجوده في المكان هنا زي ما انتم شايفين. الرنجات واعده برضه. تمام. بين حدود ال 120. حلو قوي قوي. 125. كلها اسعارها مقاربه من بعضها. 100 120 115 كده. تمام. حلو جدا. يعني اشكال كتيره وحاجات كتيره ان شاء الله. تمام. الشغل ده لسه هينزل على التليجرام يا رضا. بينزل على التليجرام. اصل احنا لسه فرشين من امبارح. تمام. اول ما هسيب لكم برده لينك التليجرام. في موديلات نزلت على التليجرام بسكه 5-6 موديلات. تمام. الموديلات هتنزل ان شاء الله النهارده وباذن كل يوم بتنزل باذن الله. انا كده كده على ما انزل فيديو يكون الشغل ده كله نزل. كله بإذن نزل الله. ان شاء الله. تمام. تعبتك معايا يا رضا. شكرا جدا على الفيديو ده. احنا النهارده كنا عند ولاد رزق في مول صدناوي. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور في نهايه الفيديو. هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. ما تنسوش لايك وشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.
هنيجي بقى للعنوان، احنا واقفين فين؟ قدام مول صدناوي في العتبه اللي عملت لكم عليه زوم. ده مول صدناوي اللي عملنا منه الفيديو النهارده. هنوصل له ازاي؟ واقرب محطه مترو هتكون اقرب محطه مترو، مترو العتبه، في وشنا على طول اللي قدامكم. ده سنترال العتبه، واللي هعمل عليه زوم دلوقتي ده جراج العتبه. هطلعوا من محطه المترو هتلاقوا الجراج اللي عملت لكم عليه زوم ده على اليمين، والسنترال ده على الشمال. اول ما هتخرجوا على طول هتلاقوا مول صدناوي في وش السنترال، والشارع اللي في وشنا ده كمان اسمه شارع علي القصار. ممكن تخرجوا كمان من محطه مترو العتبه اتجاه شارع علي القصار اللي هو قدامنا ده، وتخرجوا من قلب شارع علي القصار هتلاقوا في وشكم على طول مول صدناوي. احنا عملنا الجوله النهارده من قلب مول صدناوي من الدور الاول علوي. هندخل مع بعض جوه كده. زي ما انتم شايفين المول ما شاء الله اللهم بارك مليان محلات كتير، استقبال وكاجوال وبيتي ولانجري، معانا كمان شغل عالي جدا جدا موجود هناك، وحاجات اسعار حلوه، في حاجات ماتيريال عالي، في حاجات لوكس، في نص لوكس، كل حاجه هتلاقوها هناك. ده بصوا اولاد رزق اللي عملنا منه الجوله النهارده. ما تنسوش لايك وشير، واشوفكم على خير.